اليوم ابو علي راح يكون معانا والابراج، ولكن بشكل مختلف تماما، لان ما فيها لا راشد الماجد ولا اليسا ولا اصاله مهما نزلوا البومات جديده. اليوم اتجاهنا قهوة. يلا وين تمام يلا. اليوم مع الابطال الخارقين والابراج، فشنو برجك وانت منو من الابطال الخارقين؟ اتوقع مع الموسيقى هذه والحماس اللي احنا قاعد نشهده في هذه اللحظات من بدايه الاسبوع ويوم الاحد، لازم تعرف برجك شنو عشان تقدر تكمل بهذا الشكل خلال الايام الجايه. نعم انتم تشاهدون الحين على مارينا تي في، منو هذا؟ ايرون مان، والثاني كابتن امريكا. شفتوا كابتن امريكا عشان كذي الحين راح نبلش مع برج بس خلاص طن 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 خبا برج الحمل. برج الحمل البطل الخارق اللي مثله سوبرمان، لأن عنده قوة إصرار وعزيمة وسرعة كبيرة للوصول للهدف. الحمل يشبه سوبرمان اللي يحارب الشر بكل قوته وما يحب يظلم أحد أبد. أوكي اليوم ما راح نضغط ولا برج، خليهم مثل ما هم. أوكي عشان بس يستانسون اليوم. هذا كان برج الحمل، لكن برج الثور هولك. واو لأن الثور لما يعصب يتحول للشخص ما تقدر تسيطر عليه. الثور يشبه شخصية هولك اللي يتحول إلى رجل أخضر لما يعصب، لكن رغم أعصابه عنده قلب أبيض. يا حرام مرهف وبسرعة يرد يصغر. برج الجوزاء ديدبول. ديدبول الجوزاء شخصية دمها خفيف. نفتسين دمه خفيف؟ لا تحسين انه ديدبول؟ ايه اوكي يلا. ومتناقضه بنفس الوقت. الجوزاء يشبه ديدبول بانه بطل خارق ويكره كل الابطال. ويخلي الكل محتار بشخصيته وصعب احد يحللها. اوكي بس بكذي يعني معناته ان هم ديدبول ترى يمنع من وايد سينمات، فالجوزائيين احيانا يمنعون من يمعات معينه مثلا. شوف ولا الومهم، لان الفيلم لما تشوفه جسمك يتعور. اوكي. برج السرطان البطل الخارق لمثله وولفرين. أحبه. السرطان دائما يحب يعتزل عن الناس ويعيش بعالم بروحه. يعالج مشاكله بنفسه من غير لا احد يساعده. السرطان يشبه وولفرين صاحب القوه اللي يقدر انه يشافي نفسه. هو عاطفي وايد بعد نفس الشيء. عضلاته طبيعيه. هذا اللي من ايده طالع طبيعي سرطان عندكم كذا. اللي بعده برج الاسد البطل الخارق لمثله ثور. مع مطرقة الحق. الأسد صعب تسيطر عليه إذا عصب. ما يرضى بدور أقل من القائد. الأسد يشبه ثور في تصرفاته لأنه الوحيد اللي يقدر يتحكم في مطرقته. وأعصابه قنبلة موقوتة وصعب يتحكم فيها. يعني إذا شفتوا الأسد جاي الدوام اليوم قوي مطرقتك. بعدين طرشوا له الفيديو عشان يعرف. زين. برج العذراء. مالو. البطل الخارق اللي مثله دكتور سترينج. انا قلت انه ما راح اعلق اليوم. من اسمه سترينج. ذكاء العذراء وقدرته على محاربه الظروف الصعبه وارادته القويه تخليه قريب من شخصيه دكتور سترينج. أهدى الشخصيات الخارقة واللي يستخدم عقله في جميع الظروف. وقولته بعد. قولته اللي تسولف. قولته مشكلة يعني. برج الميزان. الميزان. البطل الخارق اللي مثله أيرون مان. حبيب الكل. عنده رغبة دائما في نشر السلام ومساعدة الناس. وهو أفضل من يقدم النصائح للناس. ومتردد دائما. الميزان يشبه شخصية أيرون مان، قائد ومحارب للشر ودائما مستعد يضحي بنفسه عشان ينشر السلام. هذا انت يا الميزان ايرون مان. على الوزن. برج العقرب. البطل الخارق اللي مثله بلاك بانثر. هذا اللي بغيتيه. صدق كشخه. بسبب غموضه وجانبه المظلم اللي مو وايد ناس تعرف عنه ورغبته دائما بنشر الخير وحب الانتقام من المجرمين. هالشيء يخليه العقرب قريب من شخصيه بلاك بانثر مميزه بلبسه الاسود. الله بس أدجشت المشاعر مع منار. شيل الصورة. بلاك بانثر الله يرحمه. الله يرحمه والله. طيب برجل قوس. البطل الخارق اللي مثله سبايدر مان. اوكي. القوس يجمع بين الشخصية الكوميدية وحب المغامرة. دائما يحب يجرب كل شيء جديد. القوس يشبه شخصية سبايدر مان. الشخصية اللي تتكيف مع كل الظروف. اوكي. صح. في نفس العفوية. الجدي.
البطل الخارق اللي مثله كابتن امريكا. لايق لايق حلو. الجدي اكثر ما يميزه هو قوته واصراره وخلاصه في العمل وغير روحه المرحه، وهو يشبه شخصيه كابتن امريكا اللي تعبر عن اقوى الشخصيات الخارقه. حكيم، وهو حكيم كابتن امريكا. في دعاله بس دعاله وحلوه اللبس. قلنا ما راح نطق الابراج اليوم. قلنا ما راح نطق ولا كان عندي فرص وايد والله. بس اليوم ايش ما تشوفوني ساكت؟ برج الدلو. اكيد ما عندك شيء تقول عن كابتن امريكا؟ لا ما عندي شيء. برج الدلو البطل الخارق اللي مثله باتمان. لا عالمه الخاص، ما يحب دلو. راحت الى انا مثل باتمان. راحت على الخاص. دلو كانت هنا قبل شوي اللي هي باتمان. ايه لها عالم خاص ما يحب احد يعرف عنه شيء، لكن عنده مبادئ يمشي عليها دائما مستحيل يغيرها. ايه الدلو شبيه بشخصيه باتمان اللي يستخدم ذكائه وقوته في حمايه الناس. هذا انت يا الدلو. اخر الابراج الحوت. البطل الخارق اللي مثله واو اكوامان. شلون؟ لانه هو بالبحر بالماي. اوكي. الحوت عنده قوه خارقه للتكيف مع الظروف اللي حوله. اوكي. الحوت يشبه شخصيه اكوامان اللي عنده قدرات خاصه وما ما يتردد انه يجرب شيء جديد ويتعلم منه. واذا عصب يقشكم باللي بيده هذا. شكلها سنينه. اي واحد. الفيلم اللي ما فهمته على فكره. لا لو سمحت. لا حرام. لو سمحت. حلو الا النهايه. النهايه كانت وايد. لا في ديزني. لا تظلموني. ساعتين مبتسمه. لا تظلموني. هل قام يعورني من البطل؟ نوف. فيلم وندر وومن رحنا له. لحظه دقيقه، خلنا باكوامان. باكوامان ليش ما تبي تصرخ ضايحك؟ لحظه دقيقه، خلونا باكوامان. ليش انا قلت الفيلم ما فهمته؟ ليش؟ بكل بساطه لانه نمت في الفيلم بس. انت دائما إيه انا شنو بقول؟ فيلم وندر وومن. وندر وومن مو بالش اسمه، مو بالحسبه، مو حاطينه انت اليوم. لحظه خلص اتكلم ما يصير طلال. عندك 8 ثواني. فيلم وندر وومن 4DX وماي وحركه نايم. تعبان تعبان.